تحية احترام وإعزاز وتقدير لكم جميعا، ومرحبا بكم في إطلالة جديدة لائتلافنا على الساحة السياسية مع بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب. وبالأصالة عن نفسي أن نهنئ أنفسنا بإعادة انتخاب النائب المهندس محمد السويدي رئيسا لائتلاف دعم مصر للتزكية. النهارده اجتماع الجمعيه العموميه لائتلاف دعم مصر وانتخابات المكتب السياسي، اجتماع السنوي قبل كل دور انعقاد. الاجتماع المفروض النهارده يتكون فيه او يتشكل فيه المكتب السياسي اللي بيكمل الاهداف اللي اتوضعت قبل كده من اجنده التشريعيه اللي موجوده للائتلاف، علشان تقوم بدورها وتقوم بعملها، تنظم العمل فيه داخل اللجان داخل المجلس. لا، احنا حريم نروح نتناقش مع الحكومه في الاصلاحات دايما، احنا اللي بنعدل القوانين والتشريعات عندنا اللي هي بتصدر كثيرا، وفي الحاجات اللي بتمس المواطن زي ما كنت بشرح لزميلك قبل كده، اجبرنا الحكومه تشتري الرز بسعر معين. دي لاول مره تحصل في تاريخ مصر، تزرع حريك الفلاحين هم يحسوا بيها. احنا اللي حطينا حضرتك معاشات اضافيه كثيره للمواطن، عدلنا وخصصنا مبالغ محدده من الصناديق الخاصه لدعم البطاقه ولبطاقه التموين ولزياده دعم المواطن، بالعكس ده اللي احنا بنعمله. فاحنا اعتراضاتنا بتبقى ايجابيه مش بالصوت بس. تعرضنا لانتقادات كثيره جدا خلال الفتره اللي فاتت، انما ائتلاف دعم مصر كان على مستوى المسؤوليه. ائتلاف دعم مصر ساهم في استقرار البرلمان المصري لفتره ولقرارات مصريه كان من الممكن ان تهز استقرار هذا البرلمان. عندنا رئيس الائتلاف بيتمتع بحكمة وبيتمتع بمصداقية شديدة جدا وحب من أعضاء الائتلاف. كل هذه العوامل بتقول ان احنا امام ائتلاف قوي